أحيت حافة الحوطة بمدينة سيئون فعالية الموسم الحولي ومطلع المطاليع السنوي للتراث والفولكلور الشعبي بأهازيج ورقصات شبوانية حضرمية. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميل نعيم خالد. بعبق شبواني خالص في أحياء الحوطة بدأ مطلع المطالع والموسم الحولي لعام 1443 هجرية في سيئون. كتقليد سنوي فلكلوري تمتاز سيئون وحضرموت الساحرة بسحر قديمها وحاضرها. المطالع المطلع السنوي الذي تقيم حافة الحوطة بمدينة سيئون، وهذا المهرجان وهذه المناسبة تأتي سنويا للاحتفال بهذا المطلع، يعني بالجانب التراثي والفلكلوري، وأيضا متزامن أيضا مع إقامة العرس الجماعي الآن في هذه السنة نسخته 14 لـ90 عريس وعروسة، وأيضا متزامنة مع حولية الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي. هذا المهرجان فعالياته تمتد لعشرة أيام، تبدأ في اليوم الأول برفع الأعلام والزينات على شوارع سيئون ومقر الحافة، وأيضا تبدأ في المساء في العصر زيارات العقال والمقعدين وكبار السن الذين هم موجودين في بيوتهم ولا يستطيعون الخروج من بيوتهم. وأيضا يتخلل هذا البرنامج كثير من الفعاليات الاجتماعية والثقافية. شعار يلف أرجاء الوطن الألفة والمحبة. كان المطلع السنوي يرن بالدان الشبواني والرقصات المميزة التي تحمل رونقا يحفر معالم الوجود الحضرمي اليمني بقوته وصلابته. نحن في حافة الحوطة بمدينة سيئون، هذا العرس الكبير عرس حافة الحوطة، وفيها مطلع المطالع والزوايا الجماعي المتزامن مع حولية الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والعرسان 90 عريس وعروس. هذا هو 14 على التوالي، والحمد لله نحن نقيم هذا المطلع ونقيم هذا الزواي يعني كل سنة على هذا المنوال، ونحن في حافة الحوطة لنا البرنامج الكثير في الفقرات فيه، وفيه يعني من التراث وفيه من الثقافة وفيه من كثير 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 فيه. الشبواني اليوم وفي فلكلور غير عادي في سيئون، يقول هنا الحضارة والإباء في سيئون الحضارة وسيئون العراقة والأصالة. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، سيئون.